ازيك دلوقتي يا نور؟ الحمد لله يا بابا، قربت اخف. السلامة ان شاء الله يا ست منى. بقول لحضرتك ايه، انا هرجع الكلية. ما قلنا ملوش لزوم رجوعك الكلية دلوقتي. يا بابا حرام عليك، السنين الطويلة اللي قضيتها في الكلية تضيع علي هدر. ما انا ما اقدرش اخليك تروحي الكلية وتقابلي الواد اللي كان هيتسبب في اذيتنا كلنا. بابا اللي انت خايف منه مش هيحصل، انا مش هكلم كمال ولا هو هيكلمني. اذا كان كده معلش، بس بشرط ابعت معاكي سواق يفضل معاكي على طول. هيراقبني يا بابا؟ ما تاخديهاش كده يا بنتي، خديها ببساطة. حاضر حاضر يا بابا، بس اروح الكلية. سيد هاني سعيد موجود؟ ايوه يا فندم موجود، عايزينه من فضلك. عايزين انا افتكر كده. مين؟ افتح. طب ما تشخطش. انت خميس؟ تقريبا. انت ولا مش انت؟ انا. طب تعالى معانا. طب اكل لقمة. تعالى معانا لقمة بس. اتفضل. انسى اللي فات، انا عايزك تنتظم في دروسك زي الاول. ان شاء الله يا دكتور. طيب مع السلامه. مع السلامه. نورك كمان وحشتني قوي. كمان وانت كمان، انا ما كنتش مصدق ان انا هلاقيك. ابعد عني. نعم ابعد عني دلوقتي لحسن سواء واخد بالي. انا هرمي لك ورقه وبعد شويه وطي خدها. ها انا بحبك. تعالى معانا، مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا. حضرتك مين؟ خالد الفرنجي. خالد الفرنجي. طب وهتقبض عليا ليه؟ مش عايز كلام، كله قاعد في حاله. ما تعطلش وقتنا وتعالى معانا. سكوا عسكري. طب بس في ورقه وقعت مني هاخدها. اتفضل. الله، ما تزقش. بتزق ليه؟ كمان. مين؟ انا خميس. خميس مين؟ خميس صاحبك. هلا. انا مش شايف حاجه. تعال اخش منك وتعال. خميس. خميس. ازيك يا خميس؟ لا يا سيد انا هانش. ازيك يا خميس؟ لا يا سيد انا خميس. ازيك يا هاني؟ ايه اللي جمع صحبتنا كده؟ البيت يا سيدي فتن علينا. ونعمل ايه بس؟ فجأة لقيت البوس عندي في البيت، والظابط بيقول لي مين اللي كان معاك ليلة السهرة؟ وانا ما اعرفش غيرك انت وخميس. الظاهر ان الساندي قالت لهم عليا. طب كنت تخرس وما تقولش. عامل لي ابن ناس يا ابن ال خميس. اخرس. كلم البيع عدل. اوعى تجيب سيدة عزوز والدندنة في التحقيق ليسحبوهم. تعالى انت اهو. ايه ده؟ يتكلم مين العسكري ده؟ عايزنا احنا؟ ايوه انت. خد لي التحقيق. يلا. زق ايه يلا. بابا كده يا هاني، ايه الاعمال البطلة عملتها دي؟ نمت على البرش يا بابا. معلش معلش، انما ايه اللي جاب حضرتك فجأة؟ هم قالوا لك في اسكندرية ولا ايه؟ لا اصلا انا كنت بايت بره. ها؟ لاني اتخانقت خناقة كبيرة جدا مع ست والدتك. ليه بس؟ انا خلاص هطلقها. يا عم تطلع مين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تخلينا في الهبل اللي احنا فيه ده. ما تتكلم بس يا هاني، خلينا نروح بودنا. انا هشرح لسيادتك. عشت الفترات الأخيرة أيام عصيبة، يجب أن نتزوج وليكن ما يكون، فمن غير المعقول ألا نملك إرادتنا بأيدينا نحن المثقفين البالغين سن الرشد. انقذني مما أنا فيه. نورة. يا نهار أبوك أسود، عايزة تتجوزه من ورايا؟ ده أنا أقتلها وأقتله. وده كلام يا معلمي، أنا محضر اللي هيأذي الواد. لا أنا لو أذيته هتحبه أكتر. ومين قال إن أنا هأذي الواد يا معلمي؟ ما أنا هأذي أبوه، وبالطريقة دي الواد يتلبخ مع أبوه ويبعد عننا.
بس انت بقى من جهتك يا معلمي تهدي الجو شويه مع الست نوره وتعشمها انك ما عندكش مانع انها تتجوز كمان. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ طوعني يا معلمي طوعني، ده الصح. الحمد لله على السلامه. دوختونا عليك بس براوة يا شباب، براوة انكم ما اعترفتوش علينا. الله نعترف عليكم ازاي يا جدع، ده احنا اخوات. اي غمه ونزاحت. بقول لك يا عزوز احنا جعانين واعين، الحقونا يا جدعان. انت معاك كام يا دندان؟ انا معايا 14 قرش اول عن اخر، اهو ننزل نشتري بيهم اي حاجه ناكلها وربنا يسهل. انا من الصبح بدري هنزل اسرح ولو اني عارف ان السوق واقف. يا رب بوظ كل الحنفيات والسفنوهات اللي في البلد. اللهم يا سيد رب المجاري. يا رب بوظ كل حاجه. عزوز ما تعالى يا استاذ احمد بسرعه. يا عزوز انزل اوام، انا في الاكل حمامي. خميس قلت لك عايز اشتغل خميس. حاضر هدبر لك الحكايه دي. يا رب ما بوظ السباكه. اللهم ما بوظ السفنوهات كلها يا رب. انا كمال. كمال؟ كمال مين؟ كمال اللي خميس قال الاستاذ عليا. استاذ مين؟ الاستاذ بتاعكم الافندي يعني. قصدك لوسطة. لوسطة؟ ايوه لوسطة. اتفضل. امال بسلامته فين حضرتك اللي هديله الدرس؟ همدهولك حالا. اتفضل. لا مؤاخذة يا حضرت، أصله ليه متحبة؟ لا أبداً، ما كلنا كنا لمضين وإحنا صغيرين. إزيك يا حبيبي؟ حبيبك؟ أنت تعرفني عشان تقول يا حبيبي؟ الله يجازي شطارك. طيب روح هات الكراريس بتاعتك. ما شاء الله عنده صياعة مبكرة. بقول لك إيه يا حضرت؟ نعم. أبو مجدي كان قال اتفقي مع المدرس. والله يا فندم مفيش فرق اللي تدفعوه يعني. لا احنا نحب نتفق عشان اللي اوله شرط اخره نور. طيب جنيه في الحصه كويس؟ جنيه ده ايه؟ ده بيقولوا عليك لسه تلميذ ولا انت مدرس ولا حاجه. هنديك 35 قرش. احنا بنبيع كرومب. والله بين البيع والشريف تحلى. قالوا منك اقول لا والارزاع على الله. 35 قرش ده ايه؟ طب انا بقى بالعند فيك حق. ايه؟ انا موافق يا ست. خلاص وانا عايز الواد ينجح. واحد الله ما ينجح لك مخصوص. هات الكتب بتاعتك تعال. اقعد يا مجدي. لا هاخد الدرس وانا واقف. اقعد بقى، لا اديك تخلقتك بقى. خالد مين يابا؟ ده انا باكلك عيش. طب اقعد. انت في سنة ايه يا مجدي؟ في السنة اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب، انا مش ناقصك. في سنة خمسة. ابتدائي؟ لا هندسة، كلية الهندسة. بتكلم عدل يا عامل لك ايه؟ ايوه في خمسة ابتدائي. اللهم طولك اروح. ومين سمعك؟ وبتاخدوا ايه يا مجدي؟ بناخد اللي في الكتب. ومالها مقطعة كده ليه؟ امال حلف السندوتشات في ايه؟ يا رب يا هادي يا هادي. الدرس الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مش دي شقه عبد الصمد افندي المحضر؟ لا دي الشقه اللي فوقينا. لا مؤاخذه. لا مفيش حاجه. شفت الجدع ده فين قبل كده يا انهار؟ ايوه. ابوك هنا؟ لا مش موجود، ده في الشغل. ما انا عارف. خدي. ايه ده؟ الظرف ده بتاع ابوك، حطه له تحت المخده بتاعته لحد ما يجي. الظرف ايه ده؟ مالكيش دعوه، ابوك قال لي كده. حاضر. يلا. إلا متأكد. ده هراني رشوة. عبد الصمد ده سعادة الوكيل ما بيشبعش أبدا. ده عاملها فردة عليا. النهاردة قبض 100 جنيه. خدت نمارهم أهو. عمل لي شغلانته. قال إيه؟
عشان يزحلق لي القضايا. اتفضل يا مدير. الخدمة اهو، عدم المؤاخذة. أنا حصدر أمر بالتفتيش. يا ساتر يا رب، ده مين اللي بيرزع ده؟ طيب إيه ده؟ طنينا أمر بالتفتيش. تفتيش؟ تفتيش ليه لا سمح الله؟ في إخبارية من أنا بتاجر في المخدرات؟ في إخبارية رشوة يا عبد الصمد. رشوة؟ لا اتفضلوا فتشوا زي ما أنتوا عايزين. أنا 27 سنة محضر ما مديتش إيدي وخدت سجارة من حد، وجاي تقول لي رشوة؟ تمام يا فندم، لقينا الظرف ده تحت المخدة. ظرف؟ ظرف ايه؟ ظرف مقفول فيه 100 جنيه، وارقامه مطابقة لارقام المبلغ عنك يا عبد الصمد افندي. الظرف ده انا ما اعرفش عنه حاجة ابدا، دي اول مرة اشوفه فيها. مين اللي جابه هنا؟ ده واحد جابه لحضرتك وانا نسيت اقولك. الكلام ده بنسمعه كتير يا عبد الصمد افندي. فضل معانا. انا بريء يا حارس الظابط، معرفش حاجه، ماليش دعوه بالحاجات دي ابدا. هدوه. لا 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 لا، انا بريء يا عالم. انا بريء يا جماعه. حل 17 مسألة دول. اشرب يا عم، شاي محترم بالنعناع ما بتلاقيهوش في بيتكم. يعني مش سامعاك بتعلمه؟ لا ما اصل بيحل الواجب. طب ما بتكلموش ليه؟ هكلمه ازاي بس مش لما يحل الواجب؟ يلا مجد بسرعة. طب بقول لك ايه؟ ايوه. وحياة ابوك ادم قاعد فاضي، خد اشل شوية الكوسة دول. نعم. اصل ابو مجد زمانه جاي، وما لقاش الاكل خالص بيبهدلني. طب ما خدك الغسيل في امين احسن. انا مال انا ومال ابو مجدي؟ ان شاء الله عنه ما جه ولا كل. مدرس انا ولا مرمطون؟ مرمطون ده ايه؟ احنا عاطينك بالساعه وانت فاضي في اثناء الساعه. تقومي تشغليني في تقشير الكوسه؟ على الاقل حاجه تعرف تعملها. يعني ايه؟ يعني بالعرب الواد بيشتكي منك، بيقول انك ما بتعرفش تعلمه حاجه، بس فارق لها في 35 قرش في الساعه. اعوذ بالله من الواد وامه، مش عايز حاجه منكم يا ست. سلام عليكم. رايح فين يا استاذ؟ رايح في داهيه تاختك انت وامك. انا عشر كوسه واحكي لكم بقى المره الجايه. الباب من ايه؟ كمال. كمال نوره. ازيك يا كمال؟ انا سالت عليك الجيران اللي تحتيكم، قالوا لي انك انت هنا. انت ما بتجيش الكليه ليه يا كمال؟ لما البوليس يجي يقبض عليا جوه الكليه، الجامعه هتسكت؟ طبعا هيرفدوني، انا بقى رفدت روحي. معلش يا كمال، كل حاجه هتتصلح. ليك عندي ايه؟ ايه يا ضد؟ يلا امشي. ليك عندي اجيب لك بابا لحد عندك يصالحك ويصالح باباك، وبابا بقى حاجه تانية خالص يا كمال صدقني. بس كمال، بس كمال، بس كمال، ابوك قبضوا عليه. ابويا؟ جم فتشوا البيت وطلعوا فلوس رشوه وسحبوها على القسم. رشوه؟ انا ابويا مرتشي، مش ممكن ابويا يعمل كده. اهدى كمال اهدى. اهدى ازاي؟ ابويا في السن ده واتبهدل يا جدعان. مفيش احسن من الشغل الحر، لا حد يقول لك رشوه ولا يحزنون. ربنا يخلي لنا السباكه. اتنيل على عينك. احكي لنا ايه الحكايه بالظبط يا نهار؟ معرفش، عمتي سالت في القسم قالوا لها اللي قبضوا عليه واللي بلغ عنه واحد اسمه حلاوه العنتابي. بس معرفش حاجه ابدا يا كمال، والله العظيم معرفش حاجه يا كمال. ده لازم اعرف ان واحده ابوها بالشكل ده ما يجيش منها غير البلاوي. كمال ما اعرفش حاجه. اتفضل امشي. لو ما كنتش واحده ست كنت عرفت اتعامل معاك كويس. يلا. يلا بينا على القسم. يلا بينا. خليك انت دنداني. على اخر الزمن نترمي مع الحراميه والنشالين. حقك عليا انا بابا. كل اللي حصلك ده من تحت راسنا، انا هعرف انتقم منه كويس. لا يا ابني مالكش دعوه انت بيه، ابعد عنه. تضيعنا انا، انت اخواتك محتاجين لك. ما تشيلش هم، انا هقوم لك اكبر محامي وهتطلع منها باذن الله. اتفضل يا عبد الصمد افندي، لقمه كده على قد الحال. كفته. كتر خيرك يا انهار. شده وتزول يا عبد الصمد افندي. احنا لازم نكسر رقبة الراجل اللي اسمه حلاوة ده. هنقدر عليه خميس؟ نقدر عليه وعلى اللي خلفوه. المهم دلوقتي روح نشوف اخواتك وبعدين نبقى نقوم محامي. يلا بينا. يلا يلا انهار. يلا
يلا يا أبدع بنت خالف الدنيا. يلا يا أختي. بابا بابا بابا. ايه ايه مين مين؟ ايه اللي انت عملته ده؟ في ايه؟ كارثة مصيبة. أمموا اللحمة؟ لحمة ايه بس اللي اتأممت؟ امال ايه؟ المحلات اتحرقت؟ البهايم ماتت؟ لا مفيش أي حاجة من دي حصلت. خلاص يا ست، ما دام أنا وأنت بخير، الدنيا وما فيها. حتى لو أذينا الناس؟ ناس مين اللي أذيناهم؟ عبد الصمد أفندي. ده حرامي. مش ممكن يا بابا. يعني أنا هتبلى عليه؟ ده مرتشي ولازم يتقدم. الحمد لله اللي ربنا كشفهم على حقيقتهم قبل ما كنا نتورط معاهم. أنا شخصيا ما كانش عندي مانع، إنما يعني كل الكلام اللي أنت بتقوله ده مش داخل دماغي أبدا. يبقى خلاص أنا اللي حرامي وأنا اللي كذاب. يوه يا بابا. اسمعي يا نورة يا بنتي، ارمي الناس دول من ورا ظهرك، ارميهم نهائي. أسفة أسفة يا بابا. نورة نورة. يعني رأي حضرتك يا متر إن عبد الصمد أفندي رايح في داهية؟ رايح في داهية. داهية إيه أنت كمان؟ صحيح هو موقفه وحش، إنما مفيش حاجة مستحيل. إحنا مستعدين ندفع من جنيه الألف. ما تتفشخرش قوي كده. على كل حال ربنا يسهل. إحنا هناخد 2000 جنيه. 1000 مقدم و1000 بعد البراءة إن شاء الله. طيب طيب لو سمحت هنروح نجيب لحضرتك الفلوس. استأذن يا حبيبي. مع السلامة. شكرين يا متر. مع السلامة. أنا مش ممكن أسلم قضية أبويا إلا لمحامي كبير. ما أنت عارف يا كمال، العين بصيرة واليد قصيرة. معلش أنا عندي تصريف برضه. بقولك يا عزوز. يا نعم. أنا عايزك تروح تحوم حوالين الراجل اللي اسمه حلاوة العنتابلي ده. تعرف دكاكينه فين؟ قد إيه؟ بيعمل إيه بالظبط؟ حاجات زي كده. أني حشمشم لك عليه فشل الكلب هو. أنت بتفكر في إيه بالظبط؟ اسمع خميس، احسن طريقه للدفاع ضد الشر الهجوم على خصمك. ما تقعدش حاطط ايدك على خدك وتستنى تدافع عن نفسك. ايه هو ده الكلام الكبير ده؟ امال ايه؟ الزمن خربشنا خميس، بس العمليه دي عايزه فلوس. انت معاك كام يا دنداني؟ الدنداني غلبان الايام دي، لكن مش مهم، هنزل ابيع لك ساعتي. هتبيع ساعتك؟ اه. هي الساعه تغلى عليك ولا على ابوك يا دكتور؟ دكتور. ما خلاص يا عم. خلاص. طب ثانية واحدة بقى، حمامة واجيبك. واني في ساعتين زمن هكون جبت لك قرار. انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا هقول لك انا ناوي على ايه بالظبط. انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متأكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه. ليه اكبر محلات حلاوه العنتابلي الست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي. انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. يلا امشي، مش عايزينك. يلا امشي. انا ماشي. امشي امشي. اتفضل يا عزام. وسع وسط على النبي. وسع 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 على النبي. اللي يفوت الساعه تعال 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 يا دكتور. اللحمه دي مذبوحه في الشفخاء في الخشفه في السلخانه. ايوه بيه. فين رخصه المحل؟ هي بيه. رخصه حاضر. هي بتاعت بيه. شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمه حمير. اتاكد في نفسك يا دكتور. الله. عندك محضر ذبح خارج السلخانه. ها؟ خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. جايبين معلم بتاع المعلم حلاوه يا بيه. ما عشان كده لازم اخد على دماغه. وحين هذا المعلم؟ استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجه. انت واقف عندك كده ليه؟ هات لنا عينه من اللحمه عشان نعملها اختبار مع الشوربه. يلا. حاضر. الشمع الاحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلق يا حضر الظابط. انت بتفرق لي ده ليه؟ مش قصدي يا بيه. حط له خلق. ومش قصدي ليه؟ افتح شوط. خلص خلص. اوكي يا عصابت. اوكي يا دكتور. كله تمام؟ كله تمام. يلا بينا. وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على النبي. اتفضل يا فندم. وسع وصل على النبي. حسب العينه.
خدوها في العضل. خدنا كم الدرج؟ 701 702 703 704. كويس، يلا عشان نلحق المحامي. وجب يا دكتور.